دعا السيد الحكيم إلى استغلال أجواء عيد الفطر المبارك ومناخاته الروحانية إلى نبذ التراشق، نبذ التنافر، عدم استيراد الحلول من الخارج، وكذلك الذهاب باتجاه المصارحة والمكاشفة، وكذلك إلى الجلوس إلى طاولة حوار الانغلاق وعدم فتح إيجاد مفاتيح وآليات لهذا الانغلاق. ما معنى أننا ذاهبون باتجاه استعصاء الحلول وكذلك مآلات غير محمودة لهذا الانغلاق السياسي يؤثر على العملية السياسية والمنظومة السياسية، باعتبار أن عدم جدوى الحلول التي نعيشها اليوم يفضي إلى تخريب في المنظومة الديمقراطية، تخريب في بناءات الدولة، تخريب في بناء الحكومة القادمة التي يعول عليها المواطن في كثير من المجالات، وأما مواجهة التحديات القادمة في البيئة، في الاقتصاد، في كثير من المجالات، وخصوصا المجال الأمني الذي نشهده اليوم في تعثر كبير، ولربما محاولات لأن يكون العراق مستهدفا بشكل كبير جدا، ولا يستطيع العراق الخروج من هذا الواقع ما لم تكن هناك حكومة قوية تتصدى وبشكل واقعي وقوي لما قد ينتج من حوارات مع الخارج والداخل.